مرة واحد دخل على الخدامة بتاعته فلقاها بتصلي وبتدعي، بس قبل كل دعاء بتقول جملة غريبة، بتقول اللهم بحبك لي وبتدعي. فالراجل استغرب، ايه الدلال ده، بتتكلم مع ربنا كده ازاي؟ فلما خلصت قال لها تعالي، بحبك لي ازاي يعني، انت ازاي بتكلمي ربنا بالطريقة دي، انت مين انت عشان تقولي ربنا كده؟ فردت عليه وقالت لو ربنا ما كانش بيحبني ما كنت صحيت في وسط الليل ودعيت له، لو ربنا ما كانش بيحبني ما كانش خلى الذكر والدعاء اللي انا بدعيه ده يجري على لساني، لو ربنا ما كانش بيحبني ما كانش صحاني بالليل عشان اصلي له، لو ربنا ما كانش بيحبني وكملت بقى اللي عندها كله وقعدت بقى تديله في اسباب. طب انت مش حاسس ان ربنا بيحبك بعد ما سمعت القصه دي ولسه بتقول ربنا ما بيحبنيش؟ اذكروه فهو الودود المحب لعباده. دوسا كوتش، سلام عليكم.